بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. مرحبا بكم طلاب هندسة الكهرباء كلية الهندسة في جامعة نيسان. نرحب بكم من جديد ونكمل معكم المنهج المقرر لمادة المكائن الكهربائية. وصلنا إلى موضوع الأوتو ترانسفورمر. الأوتو ترانسفورمر وهي نوع من المحولات يستخدم في الغالب في نقل الطاقة الكهربائية ولاستعمالات معتبرية أيضا، ويستخدم هكذا نوع لغرض إقلاع الاندكشن موتورز سواء كانت 3 فيز او سنجل فيز. الاوتو ترانسفورمرز محولات للاوتو. مبدأ العمل مالتها مشابه للعمل التو وايندينج ترانسفورمر، يعني هاي اللي اخذناهن سابقا المحولات من بداية الفصل أو من بداية الكورس الثاني إلى الآن، هاي يسمونها two winding transformers أو ال conventional transformers، يعني هاي الاعتيادية أو التقليدية. أما ال auto transformers هي محولات تستخدم أيضا لرفع القدرة الكهربائية، رفع فولتية بالتالي تكون ستيب اب، وخفض فولتيه بالتالي تكون ستيب داون، و ممكن الاوتو ترانسفورمرز ايضا تكون بشكل سنجل فيز، وممكن ايضا تكون على شكل 3 فيز. هذا الشكل اللي تشوفونه قدامكم على الشاشه هذا يوضح لي تركيب والدائرة المكافئة للأوتو ترانسفورمر. الأوتو ترانسفورمر مو مثل التو وايندينج ترانسفورمر، بيها وان وايندينج ترانسفورمر، يعني شنو؟ ملف واحد. ممكن تكون بالشكل هذا الموجود على يسار الشاشة اللي هو الفيجر اي، وبالتالي تكون ستيب داون ترانسفورمر، وممكن تكون على هذا الشكل اللي على يمين الشاشة اللي هي ستيب اب ترانسفورمر، محوله رافعه. رافعه شنو؟ مثل ما اتفقنا، رافعه للفولتيه. اذا نقول ستيب اب معناته رافعه الفولتيه، اذا نقول ستيب داون معناته خافضه الفولتيه. القوانين مالتنا نفسها القوانين المستخدمه بالتو وايندينج ترانسفورمرز. هاي الكي ريشيو او الترانسفورميشن ريشيو للاوتو ترانسفورمر ايضا في 2 على في 1، و تتناسب طرديا مع الـ N2 على N1، وتتناسب طرديا مع الـ I1 على الـ I2. بالتالي الفرق الأساسي ما بين الـ Two Winding Transformer والـ Auto Transformer، الـ Two Winding الـ Primary معزول كهربائيا عن السكندري، واتصاله يكون بالحفر، متصل مغناطيسيا مثل ما شرحنا بالمحاضرات السابقه، وكور يوفر اتصال ما بين التو وايندينجز، وبالتالي راح الاتصال شنو راح يكون؟ راح يكون مغناطيسي ما بين البرايمري والسكندري. اما في حاله الاوتو ترانسفورمر مثل ما جاي تشوفون قدامكم، ملف واحد وهو يشتغل كبرايمري وهو يشتغل كسكندري، او جزء من عنده يشتغل برايمري جزء من عنده شنو يشتغل كبرايمري بالاضافه الى سكندري. هسه راح ناخذ نشرح مبدا عمله بالضبط ونشرح لكم هاي الدائره اللي قدامكم. بعد ايش عندي على كمقدمه على الاوتو ترانسفورمر؟ عندي الاوتو ترانسفورمر تعتبر اكثر اقتصاديه
اذا ما عملت بنفس الريتنج اللي يعمل به الاوتو ترانسفورمر ال 2 وايندنج ترانسفورمر. يعني مثلا الاوتو ترانسفورمر تعمل عند خلينا نقول 10 كيلو فولت امبير تكلفتها تشيبر ارخص مما لو كانت تعمل 2 وايندنج ترانسفورمر لنفس الغرض. بعد ايش عندي معلومه؟ عندي معلومه بما انه هاي الاوتو ترانسفورمر ماكو او العفو موجود اتصال ماكو عزل يعني ماكو عزل ما بين البرايمري والسكندري كما هو موجود بالتو وايندنج ترانسفورمر، بالتالي اي عطل بالتابنج هسه راح نعرف شنو التابنج اللي هي نقطه الاتصال اللي تفصل البرايمري عن السكندري، اي عطل بيها ايش راح يصير؟ راح يسبب الى انه الفولتيه الادخال كلها ايش راح يصير بيها؟ راح تروح لللود، وبامكاننا شنو ان تسبب عطل لللود، بامكاننا ان تسبب عطل لللود، بالتالي الريسك الخطر يعني عالي بالنسبه للاوتو ترانسفورمر في حال وجود عطل، على عكس المحولات التو وايندنج حيث انه اذا عطل يعني برايمري مو مشكله، العفو اذا يعني اي واحد عطل برايمري عطل سكندري ممكن راح شنو راح يفصل لي يعني ما يمر التيار الى الحمل كل الاحوال. فهذا بسبب انه شنو يعني اكو عزل مغناطيسي اكو عزل كهربائي والاتصال فقط مغناطيسي بالنسبه للتو وايندنج. اما بالنسبه للاوتو ترانسفورمر فقلنا ماكو عزل كهربائي ومثل ما جاي تشوفون نفس الملف يشتغل كبرايمري وكسكندري. بعد هاي المقدمه اللي انطيتها هسه اقدر نقرا هاي الفقره قدامكم حتى تكون هاي الفقرة أكثر وضوح أثناء القراءة. الأوتو ترانسفورمرز it is a transformer with one winding only. مثل ما جاي تشوفون جواب الرسم ملف واحد. Part of this being common to both primary and secondary. جزء من هذا الملف راح يكون شنو مشترك ما بين البرايمري والسكندري. من الواضح obviously من الواضح وبشكل واضح في هذه المحولة البرايمري والسكندري وليس شنو معزولا كهرباء عزلا كهربائيا متصلة كهربائيا from each other as from each other as is the case with a two winding transformer. ليست معزولة كهربائية كما في التو وايندنج ترانسفورمر ما معزولة كهربائية لكن but its theory نظريته و operation عملها مشابه للتو وايندنج ترانسفورمر because of one winding لأنه تحتوي على واحد ملف واحد it uses تستخدم هاي الاوتو ترانسفورمرز تستخدم less copper نحاس اقل و and hence is cheaper وبالتالي راح تكون ارخص. It is used انها مستخدمه او تستخدم where transformation ratio differs little from unit تستخدم عندما نسبة التحويل تختلف قليلا عن الواحد وفي بعض المصادر يعني قد تكون أحدث يقول نسبة التحويل ممكن تكون 1 إلى 3 أو بالعكس يعني شنو استوي ستيب أب للفولتية إلى 3 أضعاف أو تقلل للفولتية إلى الثلث هذا الليميتيشن مالته يعني حدود الممكن شنو تشتغل بيها اما ترفع لي فولتيه 3 أضعاف او تقلل لي الى الثلث اكثر من هذا يصبح غير اقتصادي غير اقتصادي هذا راح نشوف بالفقره الثانيه شنو قصدنا غير اقتصادي
فقلنا هاي الاوتو ترانسفورمر تعتبر من الادفانتج مالتها انه هي تشيبر وتستخدم ليس كوبر واكيد سمولر سايز بالتالي. و نجي على مبدا عملها، الفيجر يوضح كلا النوعين اللي هو ستيب داون والستيب اب اوتو ترانسفورمر. كما يلاحظ من الشكل اي، انا خليني اشرح لكم على الرسم هنا، شوي خليني اكبر الشاشه حتى تصير واضحه لكم. هنا يا اخوان عندي رسميا رسم على يسار الشاشه وهو لمحوله اوتو ترانسفورمر، و تكون خافضه الوطيه يعني شنو ستيب داون. وعلى يمين الشاشة اللي هو البي فيجر بي هو لمحولة اوتو ترانسفورمر رافعة للفولتية. كتركيب هنا نشوف الابلايد فولتج الفي واحد مطبق على اليمين على كل الملف، مطبق على كل الملف، بالتالي هذا الملف اطرافه سميناه اي كابيتال تيرمينالز، تيرمينال سميناه اي والتيرمينال الثاني الطرف الثاني سميناه بي كابيتال. زين الفي واحد قلنا الفولتيه المطبقه تطبق على كل الملف، بينما الاوتبوت يطبق على جزء اقل من هذا الملف، جزء اقل من هذا الملف. يعني نخلي ببالنا رقم مثلا هذا 100 لفه، 100 تيرنز عدد لفاته 100 لفه، انا 50 لفه اخليهم شنو للاوتبوت، بالتالي الفولتيه البي واحد راح تطبق على كل الملف من اي الى بي، يعني على كل ال 100 لفه او ال 100 تيرن. اما الاوتبوت راح ياخذ فقط 50 تيرن، بالتالي هاي ال 50 تجول 50 تيرنز تجول اللي ضربته كمثال من هاي ال 100 لفه، هاي ال 50 تيرنز تشتغل كبرايمري بالاضافه الى انها تشتغل كملف سكندري.